السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف مع بعض ازاي نعمل اسكادول للروم. اجي من فيو واقول له اسكادول، اقول له اسكادول كوانتيتي، اختار من هنا الروم اهوت، تكتب اسم الاسكادول هنا وتختار الاسكادول بيلدينج كومبوننت مش اسكادول كي، ومن هنا هبدأ اختار اني فيسز اللي انا عايز اعمل اسكادول عليه. اوكي، ببدأ اختار وليكن مثلا اول حاجة النيم والنمبر، وبعد كده اختار الاريا، الفينش، البيس اوفست، السيلينج فينش، ممكن تختار فلور فينش، وممكن الوول فينش. تمام، يبقى انا كده عملت الاسكادول بالعناصر اللي انا عايز اسكادول بيها. دي الحاجات دي هتبدأ تكتبها انت، الوول والفلور والسيلينج فينش. اقدر من هنا احط اي معلومه من البروجكت انفورميشن. هنا لو عندي ملفات اكسريف اقدر اخد معلومات عن الروم من خلالها، اقول له اوكي هيبدا يجيب لي اسامي الغرف. تمام، طب هو دلوقتي فاضيه، معنى كده ان مفيش غرف في المشروع. طيب خلينا نفتح ليفل واحد. لا، في حاجات موجوده. طيب يبقى احنا هنبص بقى على موضوع ايه. تعال نعمل سيلكت مثلا على الروم ديت عشان نعرف سبب المشكلة دي، لأنها ممكن تواجهنا واحنا شغالين. تمام، الفيسز وركينج دروينج، وركينج دروينج يبقى المشكلة كلها في موضوع الفيسز. طيب خلينا نعمل سكادول، أقول له روم يبقى هي وركينج دروينج. أوكي، نفس الحاجات اللي اخترناها المره اللي فاتت، اريا، بيس فينش، اوست فينش، النيم والنمبر، اعمل عليهم سيلكت واقول له اب. تمام، الوول فينش، الفوليوم، السيلينج فينش، التاني ممكن الليفل. تمام، ودي انكلود لو انت محتاجها، واقول له اوكي هيبدا بقى يجيب لي اسامي الروم بالشكل دوت. من ضمن الحاجات الممتازة جدا في موضوع السكادول روم ان انا اقدر اعمل سيلكت عليهم في اي وقت واعمل ديليت. لو انا عندي كذا روم عايز الغيهم اقدر اعمل سيلكت عليهم في اي وقت واقول له ديليت، او اقول له هايلايت يجيب لي الحاجة دي موجودة فين في قلب المشروع. هنا الول فينيش اقول له مثلا بلاستيك مثلا، وهنا تقدر في اي وقت تدوس على السهم ده يبدأ يظهر معاك، فتقدر تحط الماتيريال بتاعت الوول، الماتيريال بتاعت السيلينج فينش، البيس فينش تقدر تكتبه زي ما انت عايز. شوف الفينش بتاعتك ايه، هنا البيس اوفست. تمام، دي كل المعلومات عن النيم والنمبر. تقدر في اي وقت تقول له انا عايز اعمل فلتر بحاجه معينه، يعني عايز اسكادول مثلا للباثروم بس، فتقول له فلتر، انا عايز فلتر باي نيم، انا عايز اللي هي الباص بس، فيبدا يظهرهم لي ويعمل فلتر الباقي. ادوس كنترول زد التراجع يبدا يظهرهم لي تاني. اقول له مثلا انا عايزك تقسمهم لي حسب الليفل. تمام، اوكي، خلينا نفصلهم عشان يبان هو رتبهم حسب الليفل. ليفل واحد بكده ليفل 2، اقول له انا عايزك حسب الليفل اعمل لي فوتر و اوكي هيجيب لي ليفل واحد لوحدي وليفل اتنين لوحدي. بعد كده في اي وقت تقدر تيجي هنا على الشيت تقول له نيو شيت، تختار الشيت وتبدا تعمل دراج اند دروب للروم شيتس كده بالشكل دوت.